أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجناته وبمستقر رحمته وتوعد العصاة بنقمته وزوال نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله سيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، آمين آمين. أما بعد، وعدتكم بعون الله عز وجل وتوفيقه أن نتحدث عن معاني وأسرار وأحكام سورة الفاتحة، من حيث إنها رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. والمنهج اللي غادي عليه أننا نتكلموا باللهجة المغربية نزول عند رغبة المؤمنين والمؤمنات. إذا وقفنا عند قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، وقف العلماء عند كلمة العالمين. هذا الشيء الحمد لله شرحناه، اليوم غادي نشرحوا الرحمن الرحيم، لأنه شرحنا الحمد لله، ذكرنا كلام العلماء، معنا ما غادي ما نشرح، يعني ذكرنا كلام العلماء الجهابذة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذا وصلنا عند الرحمن الرحيم، وتكلمنا سابقا عن قوله تعالى رب العالمين، وقلنا العلماء وقفوا يعني طويلا أجل البيان العالمين شنو المعنى ديالها، هل هي منها سوى الله سبحانه وتعالى، أو يعني هي جمع لعالم، وبينوا ذلك، وخاصة علماء العقيدة. فالإنسان اللي تيفسر القرآن ويتأمل القرآن ويتدبر القرآن ويتدارس القرآن، فتلقى عنده يعني يقف أمام لغة، واللغة واسعة، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحيط باللغة إلا نبي. وهذا اللي تيخلي القرآن لا تنقضي عجائبه، يعني القرآن ما يمكنش ينتهي، تيجي في سواد العالم ويجي العالم الآخر يفسر ويجي الآخر يفسر وهكذا، تيجعل القرآن العظيم كل ما الناس فهموا يعني في الكون، وفهموا في أسرار الخلق، وفهموا عن الله، وفهموا في اللغة إلا يعني، ويستخرجون الكنوز والجواهر والدرر من القرآن العظيم. فالقرآن تيهدينا سواء السبيل، نعم، ماشي معنى هذا أنهم تنحاولوا النصوص باش يعني توافق يعني العلوم الكونية، لا. فالقرآن عظيم هو كلام الله تعالى، والله عز وجل يوصف بالكمال والجمال والجلال. إذن عالمون عبارة عن جمع لكلمة عالم، يجوز يجوز عند البعض في نطاق اللغة، في نطاق يعني القرآن العظيم، ولكن كاين عوالم كثيرة تكلمنا عليها يعني فيما مضى، كاين عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحشرات، عالم النباتات، عالم البحار، عالم الفضاء، عالم الملائكة، عالم الملأ الأعلى، عالم الجنة، عالم النار، عوالم. تكلمنا على عالم الذر، تكلمنا على عالم البرزخ، يعني إشارات فقط، وإلا ما جينا نتكلموا في هذا الشيء يعني ما غنساليو شيء يعني سورة الفاتحة، غادي نمشيو لمواضيع أخرى. فإذا كاين عوالم وخا ما تنشوفوهاش، وهذه العوالم بيناتها فوارق، راه كاين الفرق ما بين الجماد وبين الحيوان وبين النبات وبين الانسان.
فإذا قالوا ممكن أن تكون جمعا لعالم، أو أن تكون يعني هالكلمة العالمين على هيئة الجمع، لكنها تدل على ما سوى الله. واش المعاني هنا متقاربة؟ يعني تدل على معنى واحد إذا تأملت، يعني الكل يرجع إلى معنى واحد، ولكن الفهم العميق اللي تيفتح الله تعالى به عليك وعلى الآخر ولك، يعني تيفتح لك معنى جديدا قد يختلف من هنا إلى هنا. إذا نستطيع أن نقول الحمد لله رب العالمين بأن العالمين إما أن تكون جمعا لعالم، وإما أن تكون اسما لما سوى الله سبحانه وتعالى، ويكون إعرابها أنها ملحق بجمع مذكر وليست من جمع المذكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن صفة مشبهة مأخوذة من الرحمة، وهي مبنية على وزن فعلان رحمن للمبالغة، أي لإرادة التعبير عن عظيم رحمته البالغة الغاية. قالوا وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، هذا من أسماء الله تعالى خاص بالله تعالى، فلا يستعمل في وصف غيره، فأشبه أن يكون عالما. ولهذا في القرآن إني نذرت للرحمن صوما، جابت الاسم للرحمن اللي خاص بالله باش تبين بأن العمل خاص بالله، يعني العمق ديال الإخلاص. ومعنى الرحمة في المخلوق رقة في القلب. شنو الرحمة عندنا المخلوقات؟ واحد الرقة في القلب تدفع ذاك الرحيم إلى الإحسان والإنعام والمشاركة الوجدانية لذي حاجة أو ألم. تشوف شي واحد ضعيف تبقى فيك تتأثر، شي واحد مريض إلى آخره، هذه الرحمة عند البشر، واحد الرقة في القلب. أما الرحمة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته، صفة من صفاته، ومن آثارها الإنعام والإكرام، ماشي بحال بحال ديال البشر رقة، لا. فإذا الرحمن الرحيم. أما الرحيم فهي صفة مشبهة أيضا مأخوذة من الرحمة، وهي مبنية على وزن فاعل الرحمن الرحيم، ماشي بينا في البسملة اختلاف مبنى يدل على اختلاف المعنى، فهي أيضا أو وهو من صيغ المبالغة أيضا. ولكن تبو رحمن الرحمن الرحيم رحمن رحيم، إذا الرحمن فيها حروف كثيرة على لفظ ديال الرحيم، ومن المقرر عند أهل اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ما كاين شي حروف زايدة هكذا إلا تدل على شي معنى زايد خصك تنتبه ليه. وجاء الجمع بين الرحمن والرحيم لأمور غدر بإذن الله تعالى، من ذلك تأكيد الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات رحمته وبآثارها في عباده الأولى، ثانيا الاسترحام والإشارة إلى الطمع الشديد بإنعام الله تعالى وإكرامه وإحسانه واستدرار فيوض عطاءاته غدا إن شاء الله تعالى. وهذا ما يشعر به جمع أسماء الله الحسنى التي تشتق من الرحمة قبل إعلان أنه مالك يوم الدين، أنه مالك يوم الدين، يعني ذكرنا الآية هذا ذكرنا كما هي مالك يوم الدين، أما إذا بغينا نحفظ الإعراب أنه مالك يوم الدين، اليوم الذي يحتاج فيه العباد إلى عفو الله، فلهذا تقول الرحمن الرحيم، وإلى غفرانه وفيض منته بإدخالهم جنات النعيم دون حساب أو بحساب يسير. فإذا المسترحيم هذاك الذي يطلب الرحمة من شأنه أن يستقصي، يعني يبذل الجهد ديالو كامل في البحث عن العبارات التي تليق بالله تعالى، وفي البحث كذلك عن أوصاف الثناء التي تدل على الرحمة الواسعة التي يتصف بها من يوجه له استرحامه. ثالثا الإشارة إلى رحمته بإرسال خاتم المرسلين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وإلى رحمته كذلك، هذه إشارة
الى رحمته، لانه الله تعالى رحمنا من رسلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرفنا، ورحمنا انه انزل الينا القران، وهذا من مظاهر رحمته بنا وبهم. ثم فيه اشاره كذلك الى رحمه الله تعالى انه اصطفى لعباده من الدين، اعطانا هذا الدين واعطانا هذه التعاليم وهذه الاوامر ونهانا، لان هذا الشيء هذاك الشيء اللي فيه النهي ما فيهش مصلحه لنا. اذا بين لنا وارشد لنا ما يصلح الدنيا ديالنا والاخره ديالنا، فهذا اعظم رحمه. الاشاره كذلك الى شمول رحمته والى جلائل النعم ودقائقها، فالرحمه ديالو تشمل جلائل النعم والدقائق ديالها، والدقائق والنعم هي اثار ديال الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى التي يتفضل بها على عباده في الدنيا والاخره. الرحمن، ولهذا قال بعض العلماء بان الرحمن غالبا في القران تستعمل للدلاله على شمول رحمته. متى تبحث؟ يعني احنا الان ان شاء الله نذكر فوائد اخرى لم نذكرها في بسملاتي، في بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الرحمن في الغالب اذا تبعتها تلقاها تتكلم عن العموم، يعني على شمول رحمه الله تعالى للمؤمنين والكافرين. اما الرحيم فتستعمل غالبا للدلاله على خصوص رحمته تعالى للمؤمنين. وما يدل على هذا ان صيغه رحيم جاءت في القران العظيم مقترنة بعبارة غفور. يعني متى تبحث تلقى الرحيم مع المغفرة، والمغفرة لا تكون إلا لمن آمن، لمن آمن، وهذا تخصيص في الاصطلاح القرآني، يعني الاصطلاح القرآني الخاص. فإذا الصيغة ديال الرحمن أكثر شمولا لأفراد المرحومين جميع، لأن يعني الكافر يرحمه الله سبحانه وتعالى، هاد الاكسجين والهواء والطعام، ولا يؤمن بالله تيجحد الله تعالى يشرك به وترحم الله تعالى. الرحمن الرحيم خاص بالمؤمنين، رؤوف رحيم، خاصه الصيغه ديال الرحيم خاصه بالمؤمنين. وتقول كيف الجمع بينهما سبحانه وتعالى؟ الجمع بينهما يكون على طريقه التخصيص بعد التعميم. نعم ممكن باذن الله تعالى، لكن انتبهوا هنا سؤال. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا بأنها آية كما قال الإمام الشافعي، أو لم نقل كذلك كما هو مذهب سادتنا المالكية، ولكنهم اتفقوا أنها من القرآن، هذا كلام الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لماذا تكررت؟ كررها الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، والتكرار لا يمكن أن يأتي في كلام الله تعالى الموجز، لأن الإيجاز إعجاز، لا يكون التكرار إلا لحكم بالغة ولحكم جليلة. فلا بد الإنسان أنه يتوقف ويتأمل ويتدبر حتى يتبصر. فإذا كأنه أعاد الرحمن الرحيم بالكسر، ويمكن أن أقول أعاد الرحمن الرحيم، نعم، ولكن في القرآن الرحمن الرحيم، باش يطمئن القلب ديالنا والفؤاد ديالنا، لأنه بدأ بالتشريف ثم بعد ذلك بالتكليف. وعندما ينتقل الإنسان من التشريف إلى التكليف تيوقع عليه واحد الفزع، واحد الخوف، رهبة، خشية، لأن التكليف فيه مشقة، والإنسان جبل على طلب الراحة كلما من الراحة. فعندما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم انشرح الصدر انشراح، وفهم أن الله تعالى سوف يرحمه ويعفو عنه، فتجلت الرحمة ديال الله والعفو ديال الله. فلما قال الحمد لله رب العالمين، شنو هذا؟ تكليف، لأنه كأنه يقول قولوا الحمد لله رب العالمين. فإذا يشعر المؤمن في قرارة نفسه الداخل في الوجدان دياله بالتكليف، لأنه كلف باش يشكر الله، باش يثني على الله، باش يحمد الله تعالى. إذا من شكر ربه تحمل التكاليف نحو المجتمع، في وجوه المعاملات، في العقود، في صور العلاقات الاجتماعية المختلفة. يعني هذا التكليف عنده آثار في المجتمع، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، حديث الترمذي كذلك رواه الطبراني في الأوسط. يعني اللي ما تيشكر شيء الناس ما فيه خير، هذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى، فهذا كاين تكليف.
فاذا هذا الحمد تحمد الله تقول الحمد لله عنده اثار في المعامله ديالك مع الناس. شي واحد ادى لك معروفا تقول جزاك الله خيرا، لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. نعم، ووعد الترمذي قال حديث حسن صحيح. اذا هذا تكليف، يعني بغيتي تكافئ الاخ ديالك ما عندك شيء تقول لي جزاك الله خيرا، قولها بقلبك، هذا يعني ابلغت في الثناء. فكأن العبد لما قال بسم الله الرحمن الرحيم يعني احس بجمال الله ولطفه ورحمته، فلما قال الحمد لله رب العالمين احس بجلاله وعظمته وهيبته. يعني في الاول قال بسم الله الرحمن الرحيم شعر بجمال الله تعالى واللطف ديالو والرحمه ديالو، ملي قال الحمد لله رب العالمين شعر باش بجلال والعظمه والهيبه. فحتى يتدارك العبد نفسه وما يغرق شايف الجلال ولا في المشقه ولا في التكليف اللي تكلمنا عليها، فقد اسعفه الرحيم الخالق سبحانه وتعالى بقوله الرحمن الرحيم، فيشير سبحانه وتعالى بذلك ان الذي كلفك انه رحمن رحيم، بغاليك الخير رحمك. فالرحمن الرحيم دائما نقول بالكسر باب الحكايه، فالأولى بسم الله الرحمن الرحيم تشريف، الرحمن الرحيم الثانية تهدئة، مهدئة بعد مكلفة، فكأنه تهدئ يهدئك من روعك من خوفك من خشيتك من فزعك بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول لك الرحمن الرحيم بعدما قال لك الحمد لله رب العالمين، حكى عن نفسه سبحانه وتعالى الحامد نفسه بنفسه وكلف بذلك كلفك بذلك. إذن الحمد لله رب العالمين أتى بها في الوسط في المنتصف كما يقولون، يعني مراعيا أنك قد أديت التكليف الذي كلفت به وتصورت عظمة العالمين رب العالمين، هذا رب العالم العوالم كلها الذي يسيرها والذي خلقها والذي يرزقها، إذا العالمين جلال. وتصورت كذلك السعد لهذه العوالم لا حد لها، بما في ذلك العرش والكرسي مخلوقات ديال الله سبحانه وتعالى، فتشعر بالضآلة بالضعف شكون انت لا شيء لعجزك عن تصور ذلك. احنا قلنا هذا الشيء، العوالم تنشاهد منها شيء قليل يسير، فعند ذلك الحمد لله رب العالمين لما حدثت لك هزة وتهيب أدركك فقال الرحمن الرحيم باش يهدأ من الروع ديالك. واش عندها شي مثال؟ عندها مثال في القرآن العظيم، قل الله تعالى لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، إذا فسأل عنها واش بغى الجواب الله تعالى. دابا نجي ان شاء الله فرصه نتكلموا على الاسئله باش ما نفرعوش بزاف، شنو الاسئله المقصود منها، ماشي دائما تبغي تجاوب، هذا حتى في المخاطبه ديالنا مع الوليدات، احيانا تنتكلموا مع الوليدات تتكلم معاه وتقول له واش ما غاتسالي شيء من هذا العمل ديالك، هذا سؤال ولكن توبيخي تتوبخو، يعني ماشي تنتظر الجواب، اذا الله تعالى ماشي ما عارفش الجواب ولكن سأله ليهدئ من روعه لأنه حصل له جلال وخوف. قال تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فذكر هنا أنه خاف، خذها ولا تخف، وأنه ولى مدبرا ولم يعقب، فقال الله تعالى له ولا تخف، كل هذا باش يهدأ من روعة ديالو ويذهب عنه الخوف. وهذا التعريف الذي ذكرناه وهذا الكلام تيبين أن الدين ديالنا رحمة في رحمة في رحمة في رحمة، الدين كله رحمة، أصل ديال الرحمة، رسول ديال الرحمة عليه الصلاة والسلام. فماذا بعد أن قال لك أنا رحمن أنا رحيم أنا رحمن أنا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا رحمن أنا رحيم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمة في رحمة في رحمة في رحمة. كلام الله تعالى ليس عبثا. فقلت لكم بأن العلماء الحرف كاين واحد الحروف في اللغة العربية تسمى حروف زيادة تكون زائدة. قالوا في اللغة العربية تيقولوا زائدة وخا هي عندها معنى تيقولوا، ولكن في القرآن قال لك لا من باب الأدب ما تقولش زائدة. ما جاءنا من بشير في غير القرآن قولوا زائدة من، ولكن في القرآن قال لك لا قول صلة لأن عندها معنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذا ما جاءنا بشير بالأصل، ما جاءنا من بشير قال صلة. لهذا الإمام الزهري رحمه الله واحد منظومة جميلة جدا قال واجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي تسبق الأذهان للإهمال وهي على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا مأمولا. لا تقول شيء زائد، اسمع شو واحد زائد يقول القرآن فيه زيادة وكلام الحكماء منزه عن العبث فكيف بكلام الله تعالى. إذا ما فيه شيء العبث. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث رواه البخاري في التاريخ، شوف الصحيح في التاريخ، وأبو داود في سننه والترمذي في السنن، وقال حسن صحيح. تكلم العلماء في سننه على كل حال. المحدثون تيجعلوا هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، جعلوا من هذا الحديث أول حديث يذكرونه في مجالسهم لطلابهم. أول ما تبدأ الطالب تلميذ يجي عند المحدث باش يتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ لي بهذا الحديث مسلسل، حديث مسلسل بالأولية، فيحدثه والشيوخ يحدثونهم به، يعني يحدثونه أو يحدثونهم يعني أقصد الطلبة في بداية اجتماع بعضهم بعضا فيما يتلقوا في اجتماع بعضهم ببعض، ويحدثونهم أقصد الطلبة بالحديث في بداية اجتماع بعضهم ببعض. فإذا أول حديث يقع فيه الإجازة أجيزكم بأول حديث سمعته من شيوخي، وهو أول حديث وهو أول حديث سمعه شيخي وشيوخي من شيوخي هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيزونه يعني بهذا الحديث حتى سمي بالحديث المسلسل بالأولية. شنو المسلسل يعني بالأولية؟ معنى أن كل شيخ يفتتح درسه أو إجازته لتلميذه من تبغي يعطي الإجازة أو تبدأ أول درس تبدأ بهذا الحديث، تيصدر الكلام بهذا الحديث التي تسمى حديث بحديث الرحمة. فيقول حدثنا فلان، حدثنا فلان وهو أول حديث سامعه منه إلى آخره. وهكذا الشأن في أولية سماع كل راوي مشيخي إلى أواخر السند، حتى يكون كل طالب عبر التاريخ يقول حدثني شيخي. وهكذا الشأن في أولية سماع كل راوي من شيخه إلى أواخر السند، حتى يكون كل طالب عبر التاريخ قرون يقول حدثني شيخي وهو أول حديث اسمعه منه هو هذا الحديث. لكن لماذا جعلوا هذا الحديث مسلسلا بالأولية؟ علاش داروا هذا؟ علاش بدأوا به؟ عبث أبداً، تأسيا بالقرآن العظيم. في كل هذا المعنى في الكتاب هو في هذا الموضع الذي نتكلم عنه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا حليت المصحف شو تقال بسم الله الرحمن الرحيم باش يغرسوا في القلوب الرحمة والظهر في الآثار والسلوك، ويبينوا لهم أن العلم هو رحمة، العلم الذي ينفع البشرية ما يكونش ضرر على البشرية. فإذا هذا الحديث اعتنى به العلماء رحمه الله تعالى وحرصوا أن يكون يعني من أول ما يسمعه الطالب الشيخي عند أول اجتماعه به. وهذا الأمر ما زال الحمد لله ولنا كذلك سمعناه من شيوخنا، سمعناه من شيوخنا
من الشيخ سيدي عبد الله بن الشيخ سيدي عبد الله التليدي، وكذلك عدد يعني من الشيوخ الحمد لله داخل المغرب وخارجه. وهادشي كل شيء علاش؟ باش يقتدي طالب العلم بالأئمة وعلى رأسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن المبنى الأساس ديال العلم هو التراحم، التوادد، التواصل، ماشي التضابط والتقاطع. فإذا شب الطالب على ذلك شبت معه النعرة ديال التعارف والتراحم، فيشتد الساعد ديالو بذلك، نعم، ويكبر هو مخلق وقد تخلق بالرحمة وعرف غيره بفوائدها ونتائجها، فيتأدب الثاني بأدب الأول. يعني سبحان الله تعالى، يعني عجيب جدا. وأفراد الحفاظ والعلماء هذا الحديث بمؤلفات ومصنفات جمعوا فيها طرقه، وهناك من شرحه تكلموا فيها على فوائده وعلى سنده، منهم من ألف في هذا منصور بن سليم الرازي وابن الصلاح وابن ناصر الدين دمشقي والسخاوي والصفي البخاري وابن الآبار الأندلسي ومحمد مرتضى الزبيدي وعبد الحي الكتاني وعبد العزيز بن صديق، كلهم رضي الله تعالى عنهم. وعديد يعني من العلماء ذكرت بعضهم. الرحمن الرحيم، بعض العلماء قالوا إن الرحمن معنى ديالها رحمن الدنيا، يرحم المؤمن وغير المؤمن، وهذا قلت لكم تتشمل، ويرحم الملحد، وماشي بعض العلماء، هذا هو الغالب في التفسير ديال العلماء. يعني الرحمن تتشمل المؤمن وتشمل غير المؤمن، تشمل حتى الملحد الذي ينكر وجود الله، قال لك سيدي ما كاين شيء، الكون كله مخلوق يعني بالمصادفة، كاين شيء الله هو لا دخل ذا بل الآن يعني لهذا المنزل. وذكرنا هذا الحمد لله في شرح متن ابن عاشر، ذكرت الأدلة على وجود الله تعالى من الأدلة العقلية والنقلية. لدخلنا الآن القاعة مثلا أو دخلنا المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا الملحد دخل ولا دخل لبيته، نقول دخل البيت ديالو ونخضوا هو تفضوا وخرج وسد الباب ما كاين حتى شي واحد، ويلا حل الباب بعد رجوعه قد الضوء مشعول. ما عمرو يقول لك راه شعل الضوء بالمصادفة، بقى الطابلة موجودة محطوطة عامرة، يقول جا شي واحد يعني الوالدة ولا شي واحد طيب ليا ولا شعل ولا دخل شي واحد، يمكنش يعني هذا الفعل يكون بدون فاعل. ولكن الكون يعني بمجراته وبدقائقه وبإصراره هو عنده مصادفة، يعني هذا هو التناقض. فلهذا الرحمن يرحم الكافر والمؤمن، ترحمه يطعمه ويسقيه ويرزقه، نعم، ويشافيه. وربما كاع الملحد ممرضش يعني الله سبحانه وتعالى يجازيه في الدنيا، هذا من رحمة الله تعالى. لهذا تيدخل في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فتشملوا تكريم ديال الله تعالى، هذا ماشي رحمة، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فلعله أن يتوب إلى الله عن قريب، نعم، وأن ما فيه من فسوق وسوء أخلاق وسوء اعتقاد وإلحاد وكفر وشرك فربما يتوب الله تعالى. ولكن متى بشيء الله تعالى كاين واحد يوم آخر اللي هو الآخرة، اسمه يوم القيامة، لله سبحانه وتعالى يتكفل بحساب خلقه. إذا الدنيا ماشي هي الحد ديال النهاية ديالها. شنو نقول لكم دائما؟ خليوا العبيد لرب العبيد، أنت بلغ ووضح وبين، ما تحكمش، تحكمش على الناس أو أنك يعني تشدد على الناس، لا، ارحم الناس، لأن الله تعالى يرحم العباد ديالو، والله تعالى هو الذي يحكم، وهو أحكم الحاكمين. إذا تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك، وغادي يجي إن شاء الله ذكر ديال اليوم الآخر بعد هذه الآية، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإذا الإيمان ديالك بيوم القيامة تجعلك رحيما بالبشر، لأن الحساب ما كاين شيء هنا. فإذا النزاع والجدال ما كاين شيء في الدنيا، الحقيقة المطلقة والبرهان الذي لا يرد ليس هنا، حقيقة كاين عند الله. فلهذا الله سبحانه وتعالى تقول الرحمن الرحيم، وتقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فورش يعني ترقى، قد تبين الرشد من الغي.
قولي شي واحد شنو الدور ديالنا في هذه الانسانيه؟ ناس كافرين بالله واش نسكتوا على الكفر؟ لا، تنقوم بالدور ديالنا اذا كنت مؤهلا لذلك بالدعوه الى الله تعالى بالحكمه والموعظه وبالجدال بالتي هي احسن. نقوم بواجب التبليغ اذا كنت مؤهلا لذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه. قال تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. اذا بلغوا عني ولو ايه في البخاري. الحاصل انه تبارك وتعالى كرر الرحمن الرحيم تهدئه للبال والقلب. فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم الاخره. اي انه سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمة الآخرة تخص المؤمنين، أما في الدنيا فالرحمة للمؤمن ولغير المؤمن، لأن يرزقه وأن يستره وأن يقبل توبته إذا تاب قبل الموت، وأن يفتح له أبوابه وأن يستجيب لدعائه إذا كان مظلوما. هذا الصنعة ديال الله سبحانه وتعالى. وخا غير المؤمن قلت لكم. الرحمن الرحيم الثانية هذه في تكرارها إعجاز، لأن لو تخيلنا أن أحدا يكتب هذا من عندي نفسه نقول هذا عجب. يعني كيف أن هذا الإنسان هذا اطلع على قلوب العباد وعلى أحوالهم وعلى عقولهم وعلى نفوسهم؟ هذا ما يمكنش أن يوقع هذا البشر. إذن الذي يتصف بهذا هو الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللي خلق هو اللي يعرف، هو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. كيش شي واحد من البشر بقادر ان يعلم ما في الصدور؟ نعم، ولا ما في العقول، ولا ما عند البشر من تقلبات في قلوبهم. ولهذا فسر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اذا الخلاصه عرفنا ان التكرار الاعاده ديال الرحمن الرحيم شنو هي؟ تهدئه لقلب المؤمن. نعم، الذي قد دخل من التشريف الموجود في بداية السورة إلى التكليف الموجود في الحمد. بدأ بالتشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء التكليف الحمد لله رب العالمين، فيعيد الحق سبحانه وتعالى مرة، يعيده هو إذا بغينا نقوله أفضل، يعيد المؤمن مرة أخرى إلى سياق الهدوء وإلى السكينة. نعم، فكرر الرحمن الرحيم ويذكر الله سبحانه وتعالى عباده بأن أساسا من أسس الإيمان هو أن الإنسان يستجيب لله سبحانه وتعالى وأن يجيب على الأسئلة الثلاثة الكبرى التي شغلت بال البشر. ثلاثة الأسئلة، محنة البشر هذه الأسئلة، هذه عبر تاريخهم في فلسفاتهم وفي كتبهم في مصنفاتهم في علومهم، الماضي والحاضر والمستقبل. مين جيت وعلاش انا موجود وفين غادي؟ خلال مرة شي وفين هو غادي. اما الماضي فالانسان يسال نفسه، يتدبر في الكون في حياته، مين جيت؟ من اين انا؟ ومن اين جئنا؟ من جهه البشريه؟ الله تعالى يجيب، ولهذا القران هدايه. هذه الاسئله تتبان لكم سهله، راكي اللي تنتحر من اجل الاسئله. الناس تجي من اجل المال، تلقاه وحصل المال، حصل الدنيا، حصل كل شيء، ولكن ما لم يجد نفسه سعيدة. ماذا بعد؟ كبرت وهذا الشيء غيمشي، الورطة فتنتحر. العدد منه او تعيش البؤس. الله تعالى يجيبنا، تقول بانه خلقك وانك انت واحد الخلق من خلقه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. تيجي السؤال الثاني، اش نديرو هنا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى خلقنا من اجل العباده، انزل الوحي وارسل الرسل وانزل الكتب من اجل الاجابه عن هذا السؤال، لماذا وجدنا؟ لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا بين لنا سبحانه وتعالى
أننا ها هنا من أجل العبادة والطاعة وعمارة الأرض وتزكية النفس. هاش يتسمى هذا التكليف، هذا اللي تفرق ما بين المؤمن وبين غير المؤمن. فالمؤمن يؤمن بالتكليف شيء يكلف الله تعالى، بمعنى أننا ملتزمون في هذه الحياة الدنيا بطاعة ربنا. السؤال الثالث، أش غيكون غدا؟ فين غاديين؟ فقد وجدنا أنفسنا نخلق أطفالا ثم شبابا ثم كهولا ثم شيوخا، يصيبنا الهرم. الإنسان يشوف تجي يتصور كيف كان صغير، ويا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب، يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب. ثم بعد ذلك احنا غادي رحلين، تيتسائل الإنسان فين هذه الرحلة؟ ولكل، قال الله تعالى ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل شيء بلا وقت بالأجل. إذا الناس أمام حقيقة الموت حيارى، ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد هذه الحياة الدنيا؟ الوحي يجيب عن هذا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، غادي عند سيدي ربي. إذا تيجي الجواب، تيجي الوحي من عند الله تعالى بأن هناك يوما للقيامة، وبأن هناك يوم، بأن هناك يوما كذلك للحساب، وبأن الله تعالى يجمعنا ويبعثنا ويقيم الموازين. نعم، وأن هناك عقابا وأن هناك ثوابا، فيوم القيامة ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، كما في حديث سيدنا جبريل عليه السلام. ثلاثة الأسئلة كبرى، من أين أنا؟ أش ندير الآن؟ أش غيكون غدا؟ سؤال عن الماضي، سؤال عن الحاضر، سؤال عن المستقبل. الأسئلة الثلاثة هذه هي التي حيرت البشرية، وكلما أراد الإنسان أن يصل إلى جواب فإنه ينحرف عن الطريق، تتشتت الأفكار، تختلف المذاهب والفرق. نعم، والله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا ابتداء، وكأنه يقول لك بدأ حياتك، بدأ حياتك بالإيمان بهذه الثلاثة، فلا بد عليك أن تؤمن. نعم، أن تؤمن بأن الله تعالى هو الذي خلق البشر، ولا بد أن تؤمن بالتكليف وأن تقوم به، ولا بد أن تؤمن باليوم الآخر وما سيقع فيه من مشاهد. ابدأ حياتك وسعيك في الأرض، نعم، وبعمارتها وباكتشاف ما فيها بالإيمان بهذه الثلاثة. ولهذا كانت هالثلاثة هذه عند المسلمين وعند حكمائهم تسمى بالأسئلة الكلية. في التاريخ ديالنا في المصنفات الدينية تسمى العلماء الأسئلة الكلية، وعند غيرهم تسمى بالأسئلة النهائية. كاين شي فرق؟ كثير منها نقول لا أدري، لأن اش يقول الإنسان المعاصر؟ ضروري تنبحث في الجيولوجيا مثلا، في الفضاء، في الأرض إلى آخره، حتى أعلام يعني كيفاش تكون هذه الأرض. لكنني الآن لا أعلم، قلنا له ونحن سنبحث في الجيولوجيا مثلا، ولكننا سنبدأ ونعلم أنها من خلق الله. بحاجة قلب وكنا من سنين نتيجة، احنا قلنا لا، عندنا الوحي، الله تعالى أكرمنا قال هذه من عند الله، الله اللي خلقها. وسنبدأ بالإيمان دون أن يبعدنا الإيمان عن العلم. العلم مش مضار مع الإيمان، لا، الإيمان يدل على العلم ويأمرنا بالعلم. وغادي نجيب لكم واحد الأمر إن شاء الله، خليها حتى فرصة أخرى، الوقت دابا ضاق. كيفاش الله تعالى غادي يختم بالرحمة مع المغفرة، أو كيفاش غادي يختم بالعلم مع الرحمة. نعم، خلي هذا الأمر هذا إن شاء الله باش من جزءوش. إذا العلم هو أخذ الإيمان، كاين شيء خصومة ما بين الإيمان وبين العلم، وغادي يجي إن شاء الله فرصة غادي نتكلم على المسألة هذه. شوفوا علاقة الرحمة بالعلم، نذكرها إن شاء الله لأن الوقت ضاق. إذا نحن من الأول حتى في فضاء الله تعالى هو الخالق، مرتاحين الحمد لله، وهذا راه الحمد لله ماشي ضد العلم،
عندي واحد السلسلة يعني تكلمت عن العقيدة من خلال العلم. إذا الله تعالى تعلمنا كيفاش نتعاملوا مع الحياة، كيفاش نعيشوا الحياة ديالنا السعداء، وكيف نجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة، فنفهم فلسفة الوجود، ونفهم حقائق التاريخ، ونفهم ما وقع وما يقع وما سيقع لهذا البشر. إذا الله تعالى يريد منا أن نسير في الأرض، قل سيروا في الأرض نسعى، يعني تعلما وعلما وبحثا واستكشافا، نعم أن نتعلم حتى نصل إلى اليقين، لأن العلم يدل على الله سبحانه وتعالى، وبأن الله هو الذي خلق، وأنه هو الذي كلف، وهو الذي سنعود إليه، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأننا سنعود إليه لا ريب فيه. فلهذا قال بعد ذلك مالكية مالك يوم الدين في قراءة أخرى. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.